FM. الكلمة ليك. البارح سهرنا تونس الكل على الجلسة العامة حول تمديد هيئة الحقيقة والكرامة لسهام بن صدرين. نتيجة التصويت على عدم الموافقة، 65 ضد 0 مع زوز محتفظين. معنا النقاش في المسألة هذه ومسألة النتيجة وعدد الأصوات. معنا سيد عماد الخميري نطق رسمي باسم حركة النهضة. مرحبا، اهلا وسهلا بك ومرحبا بمستمعي كفاف. سيدي مرحبا بك. هو السؤال المطروح ويحير برشا ناس، لماذا حركة النهضة لم تصوت؟ خليني نقول لك ساعة بداية أنه في تصورنا أنه الجلسة العامة ما وقعش الإعداد لها الإعداد الجيد والإعداد اللي فيه تصور واضح لأعمال الجلسة العامة وإدارتها في علاقة بهذا القانون الهام، قانون التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لموضوع هام أيضا اللي هو موضوع العدالة الانتقالية واللي تتعلق به قضية هامة اللي هي قضية المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد. تقديرنا في حركة النهضة أنه للأسف هذه الجلسة العامة أسيء الإعداد لها ودخلت الكتل بغير وضوح في علاقة حتى بسؤال التصويت نفسه على ماذا سنصوت في هذه الجلسة العامة. احنا تقديرنا في حركة النهضة أنه التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة مضمون بمقتضى نص القانون نفسه ولا يحتاج إلى تمريره إلى الجلسة العامة المصادق عليه بنعم أو لا، ولذلك نحن كنا نتصور أنه الجلسة العامة ما عندهاش ضرورة في علاقة بهذا الموضوع. تأويلنا القانوني يذهب إلى أن القانون هذا المنظم لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة يتيح لها التمديد. نحن موقفنا السياسي كان مع حث الهيئة على أن تستكمل مهامها في الأجال والأماد التي نصف عليها القانون، وإن تعذر على هذه الهيئة فالتمديد وارد ولكن بأجال ممكنة وبأجال معقولة. هذا ما تمش في إطار الجلسة العامة. الحقيقة الجلسة العامة شهدت تشنج كبير والتوتر خرج بها على إطارها اللي يخليها جلسة في إطار توحيد الرؤى وتوحيد المواقف. لكن سي عماد علاش معناتها علاش حذرتوا إذا كنتما أصلا ضد الجلسة العامة حول الموضوع هذا بالذات؟ والله حضورنا كان بالأساس لتبيان الموقف من هذا الموضوع. هذه الجلسة حضرنا فيها باش نبينوا موقفنا، موقف حركة النهضة، حتى لا يشوش عليه أي طرف. باش ما تخرجوا بيان سي عماد توضحوا في حركة النهضة توضح فيه رأينا. حتى الحضور في الجلسة العامة لأنه فما لبس وفما عدم وضوح وفما رأي عام يتابع، كنا معنيين بهذا الرأي العام حتى نوضح موقفنا من المسائل القانونية، من قضايا العدالة الانتقالية، من تبيان أن الجلسة العامة ما عندهاش صلاحية للتقرير في هذه المسألة بالتحديد. شنو رأيك بالأرقام؟ نحكيه 65 ضد التمديد، 0 مع زوز محتفظين. على كل هو موضوع إشكالي. يعني هل تشوف أنه معناتها هذا ما فيش نصاب، دونك التصويت غير قانوني حسب رأيك؟ التصويت معناها على ماذا سنصوت؟ هاو السؤال هل أنت مع أم ضد التمديد في مدة عمل الهيئة؟ هل أنت ضد التمديد ويحتاج الطرف الذي يبحث عن الضد يحتاج إلى نصاب معين، وما هو هذا النصاب؟ يعني قانونيا شكون يحدد النصاب في علاقة بالتصويت؟ هل هو نصاب عادي؟ هل هو نصاب معزز؟ يعني من يحدد هذه المسائل؟ الواضح أن قدام إشكاليات قانونية حقيقية في علاقة بالتصويت على هذا القانون وتمريره للجلسة العامة. واضح. عماد الديمي قال تصريح قال رئيس البيجي قال سبسي أثر على النهضة لعدم التصويت. شنو رأيك في اللي بخبوه متاع سيد عماد الديمي؟ أنا ما نحبش التكييف هذية. العلاقة معناها مهاش بهذه الطريقة. نحن نعتبر اللي الرئيس الباجي قايد سبسي معناها ما عندوش تدخل في عملية التصويت، ورئاسة الجمهورية بعيدة كل بعد عن الجانب هذه. هذه قضايا نوخش في داخل مجلس نواب الشعب ويتحمل فيها البرلمان مسؤوليته كاملة. وما نحبوش ندخله حاجة بحاجة، وما نحبوش يكون ربما
الحسابات السياسية والمنافسات السياسية كيف خطابنا السياسي في علاقة بقضية المجلس هو طرف فيها ما هوش سياسات أخرى في الدولة عندها علاقة بهذا. لكن سعمات صار لقاء بين الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة والباجي قائد سبسي رئيس الجمهورية، واللقاء هذا يتم في قصر قرطاج، والمحور الحديث كان العدالة الانتقالية ومسار وما حدث السبت الفارط في المجلس. الاجتماع بين رئيس الحركة ورئيس الدولة هو اجتماع من الاجتماعات الدورية العادية اللي يجتمع فيها رئيس الدولة برئيس حركة سياسية اللي هي حركة النهضة، والحقيقة حتى وإن دار الحوار حول كيف يمكن أن يسهل الأعمال متاع مجلس نواب الشعب حتى تبعد ربما عن التشنج وعن التوتر، وحتى نعطيه صورة للتوانسة اللي مؤسسات الدولة تشتغل في إطار من التشاور وفي إطار من التشارك، هذا مطلوب بين الأحزاب السياسية، فضلا على أنه مطلوب أيضا من رئاسة الجمهورية اللي هي حريصة على الاستقرار السياسي وحريصة على منطق الوفاق وحريصة على منطق التشارك، وهذا نكبروه في مواقف رئيس الدولة. لكن البارح قدم العلن، معناتها في العلن شفنا شرخ كبير بين وانقسام بين النواب حول العدالة الانتقالية وخصوصا حركة النهضة ونداء تونس. والبارح هبطت بيان نداء تونس، يسنا قالك جزء من البيان تاع نداء تونس هبطته البارح، يعني قالت كل التقدير والاحترام للكتل النيابية التي قامت معناتها قامت معنا معناتها كانت معناتها في نفس الرأي معنا، نحكيه على الحقيقة والكرامة، وهذا يؤكد انحيازها للموقف الوطني الأصيل، يعني حياة الكتل النيابية اللي وقفت معها ضد هيئة بن صدرين. على كل هذا موقف يخصني إذا تونس، على كل نحن بالنسبة لنا نعتبر اللي الموضوع هذا موضوع يحتاج إلى حوار، يحتاج إلى مزيد من الجهد الوطني، هذا موضوع ما نحبوش يقسم التوانسة. احنا باحثين على عدالة انتقالية وباحثين عن استقرار سياسي ايضا، وباحثين عن حوار بين النخب السياسية والأحزاب السياسية يقود الحوار هذا الى طي صفحة الماضي، ولكن طي صفحة الماضي ما تنجمش تكون في اطار من اللبس القانوني وفي اطار ربما من الغموض القانوني، المرور بالقوة من خلال جلسة عامة في علاقة كما قلت لك بتصويت ما عندوش دلالاته الملزمة على المستوى القانوني، في الحقيقة ما كناش نحبذوه في حركة النهضة. ونحن على كل مؤسساتنا ستجتمع وستقرر في علاقة بسير الجلسة العامة متاع البارح وفي علاقة بطبيعة التصويت اللي مضى فيه المجلس البارح، ولكن اللي نتمناوه أنه البلاد تمضي نحو المصالحة، تمضي نحو الاستقرار السياسي، تمضي وهي موحدة من أجل طي صفحة الماضي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اللي ندينا بها في أكثر من مناسبة، واللي حركة النهضة قدمت في أكثر من محطة تشريعية وقانونية ونزلت بكل ثقلها من أجل المضي في لكن سعيمات فمش بوادر اليوم طي صفحة الماضي وطي صفحة آلام الماضي في إطار من الحوار وفي إطار من الوفاق المجتمعي. لكن سعيمات معناتها فمش بوادر حسب ما شفناه البارح، يعني فما حد شيء يوحي انه فما استقرار والتوافق حول موضوع مهم كيما العداله الانتقاليه. شفنا البارح معناتها تراشق بالتهم، معناتها تدخلات في بعضها لا اخلاقيه، فما مس من 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 شخصيات معينه، معناتها لا يدل هذا الكل على انه فما توافق، معناتها كيما تقول انت. هذا اللي قلته انا انه الجلسه للاسف الشديد لم يقع اعدادها اعداد جيد، وما الاصل فيه نحن في قضايا أقل من هكا قيمة وأقل من هكا حساسية بين الأحزاب السياسية والكتل السياسية، يقع الجلوس ويقع التحاور ويقع التنصيص على كل الخطوات التي ستمضي فيها الجلسة العامة من أجل الحد ربما من الاحتقان ومن أجل الحد من التوتر. الجلسة العامة البارحة الحقيقة فما مسؤولية الحقيقة لطريقة تسييرها ولطريقة إدارتها، مما خلى الأمور ربما تنفلت وتصل إلى حد ربما التقاذف وإلى حد التوتر. ونحن على كل في حركة النهضة نأسف لما وصلت إليه النقاشات والحوارات
بين الكتل وبين الزملاء إلى مستوى ما يليقش بمؤسسة مجلس نواب الشعب. هل تشاطر بعض الآراء اللي تقول أنه البارح نقطة تحول في علاقة النداء بالنهضة وأنه معناتها مستقبلا النهضة ستتخذ إجراءات أخرى تصعيدية معناتها في مشاريع في علاقة بمشاريع أخرى قوانين وبقضايا أخرى؟ لا النهضة لا النهضة ما تنطلقش في أعمالها من ردود الأفعال. احنا عبرنا على موقف سياسي مبدئي في علاقة بهذا الموضوع مؤمنين به وحاولنا قدر الإمكان أن نقنع كل الأطراف السياسية من أجل أن يكون تعقل في التصويت لهذا الموضوع من أجل الإقناع أنه هذا الموضوع ما هوش خاضع للتجاذب السياسي أو خاضع معناها لمنطق القوى. كل القضايا الكبيرة في بلادنا تحتاج في لحظات التصويت لها وتحتاج في لحظات التقرير فيها الإعلام من المصحة الوطنية. نحن كنا على كل عبرنا على رأينا بكل وضوح في هذه المسألة وستظل حركة النهضة حريصة على المصحة الوطنية حريصة على الاستقرار السياسي حريصة أيضا على الحوار بين كل الأحزاب والقوى السياسية من أجل مصلحة من أجل مصلحة تونس من أجل استقرار تونس ومن أجل التنمية في تونس. ولذلك نحن سنظل أوفياء لهذا الخيار اللي فيه إعلاء من المصحة الوطنية واللي فيه حرص على مصلحة بلادنا فوق من مصلحة الأحزاب وفوق في انتظار اجتماعكم وما سيفرزه الاجتماع بتاعكم. أنا كل هو الاجتماع نستبقوش الأحداث احنا الاجتماع سيكون ضمن هذا السياق وضمن هذه الروح الوطنية العالية اللي عبرت عليها حركة النهضة. انت سبقت الاجتماع سي عماد ما خلينا نتناقشوا بعدك. هذا خيارنا السياسي احنا الاجتماع ما هوش باش يقرر في خيار سياسي وانما باش يقرر في ملابسات الجلسة العامة اللي انعقدت البارح. واضح. شكرا لك سيد عماد الخميري. شكرا. الناطق باسم حركة النهضة على قبولك الدعوة بالهاتف. الكلمة ليك.